السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بغيت نروي لكم قصتي. أنا شابة أبلغ من العمر 23 سنة، متفوقة في دراستي. عشت حياتي من المنزل للدراسة ومن الدراسة للبيت، كنت بمنتهى البراءة والطفولة. عشت حياتي منغلقة مع نفسي، لم أخرج يوما لوحدي طول الوقت، تحت رعاية أهلي وتحت أنظارهم. كانت حياتي بسيطة جدا وسعيدة، إلى يوم من الأيام في مراهقتي، ما فت حتى لحقت سن 18، تعرفت على شاب ما كنت نظن أن ذاك الشاب هو اللي لاهي يغير مجرى حياتي. كان أكبر مني بسنين، بعض السنين، وتعرفنا على بعضياتنا وعشنا قصة حب طويلة مليئة بياسر من المغامرات. دامت الأعوام، تعودنا على بعضياتنا واشتركنا ياسر من الأمور، عدت ما يصيب عنه وهو ما يصيب عني، استمرت الأمور كما هي واستمريت في دراستي وكبرت وتمينا في بلد. اضطريت عني نقرا في دشرة ثانية بعيدة عني، بعيدة عن أهلي غير دشرتي، باش نكمل دراستي. منين عدت نقرا في دشرة ثانية أنا وضطفل، اشتركنا ياسر من الأمور، سيطر على حياتي كاملة، عاد مسيطر على تفاصيل حياتي، كل نقطة يعرفها وما تتخطى بلا مشورته، عادي يتحكم في معارفي وعادي يتحكم في كل شيء، حتى شخصيتي هو اللي يسيرها كيف ما أبغى. هو اللي يقول لي خاصك تعودي هاك وخاصك ما تعودي هاك. أنا كنت طفلة صغيرة السن، يعني رباني على أيده كيف ما أبغى هو. أنا بغيته وتعودت عليه ومعدلته، هو البو والخو والصديق، كان كل شي بالنسبة لي، لدرجة عدت نخاف نعقر أخلاقه ولا نطيح في مشكل معاه. بيما قد نستغنى عنه نهائيا، عدت مدمنة عليه بشكل رهيب. باش نصارحكم، انا ضد طفل سلمت نفسي، ذاك هو الغلط اللي عدلت، وذاك كان هو اكبر غلط عدلته. من هون لاهي تبدأ قصة معاناتي معاه ويبدأوا المشاكل، لاهي تتخير حياتي 180 درجة. منين سلمت أنا نفسي كيف لعاد هو ضامني، عاد فارض عليا نتقبل ياسر من أغلاطه ونزواته، عاد يعدل ياسر من الأمور أمام عيني، خلاني بلا شخصية، خلاني بلا شخصية. أي شي عدله أنا ما فيدي حيلة إلا نتقبل، نشوف بعيني ونسكت، واللي مصبرني هو عني ندوره لا يسترني ونكمل حياتي معاه. ما نبقى على أهلي، تعذبت قبالة في حياتي وتعقدت بسبب ذا الشخص، ومنين راجعت نفسي قبضت قرار مع راسي، عرفت أني ماشية لا في الهوية مع ذا الشخص، قبضت قرار مع راسي أني نوفة من ذي العلاقة، وخا كان مواعدني بالزواج. وشاعت أخبار علاقتنا قبالة 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 قبالة، وكسروا الأقاويل عليها، واخترت نسلك راسي، حتى أهله ضد علاقتنا، يعني كانت علاقة كل شي ضدها، أقاويل الإشاعات والأهل ياسر من الأمور.
هذه هاو المسائل خلوني نتخذ القرار بحكم القبلية وبحكم ياسر من الأمور. المهم تأزمت نفسيتي بعد هاي العلاقة ومشيت. عدت نقول في راسي أنا هدفي هو نكمل قرايتي ولا هي نبقى على هدفي. المهم ما حدي تسل بعيد عن أهلي نقرأ، أنا ماشي هيك نقبض شهادتي ونسافر لأوروبا. كان هدفي الوحيد هو أني نقرأ ونقبض شهادتي ونمشي لأوروبا نكمل فيها قرايتي ونخدم وننسى عني ذا الماضي. ولكن للأسف ما ريت ناس صالحة في مسيرتي الدراسية، وأنا كنت فترة حساسة يعني مكسورة الخاطر، وكان أي شيء يأثر علي وأي شيء يجرني، وصغيرة وفي سن الطيش. بدل ما نلتها في راسي بشي صالح جروني الطفيلات للهلاك. أهملت قرايتي وعادت علاقاتي ياسرة، عدت مقابلة لا تصدار والضحك واللعب ما تلات مخمتني قراية ولا أهل ولا سمعة. عدت نلود ألا على سعادتي في ذيك اللحظة على شي ننسى فيه الماضي، ولكن كانت طريقتي بالغلط. غلط نعترف ونجريت وما حسيت براسي وكثر علي الكلام وكثروا الإشاعات وكلها يقول من قدو، والناس اللي كانت بجنبي ظنيت عنها اللي توقف معايا وتنصحني هي اللي استغلتني وخربت سمعتي. والباقي فيا عنه ذا الشخص اللي عشت معاه ذا كامل وهو سبب ذا كامل، وهو كان أول نزواتي وتعلمت معاه ياسر من الأمور، كان هو أول حد يتشفى فيا، أول حد يتخلى عني بدل ما يوقف معايا ويرجعني الطفلة البريئة اللي عرفني بها، هو اللي وصلني ذا كامل، هو اللي وصلني ذي الطفلة، هو اللي عرفني كنت بريئة في منتهى البراءة. تميت ماشي على ذي الطريق وبدأت تجرني ليد من صداقة سوء تلوحني فطم منها من وحدة لوحدة. نسيت راسي ونسيت أهلي، والقط عدلولي من شي صالح كافيتولهم اللابشي خاسر. أنا يا الناس فعلا نادمة ولا خالق حد، ما خالق حد ما غلط، يا غير أنا حسيت بغلطي وبغيت نكون نفسي من جديد، يا غير الحمد لله على ضميري تراجعت منين ما بقى لي والو للهلاك ورجعت لأهلي وبدلت حياتي وزرقت كل شيء ورا ظهري. ذيك الحياة كاملة اللي عشتها مؤلمة زرقتها ورا ظهري بيه هو وبذوك الناس اللي تعايشت معاهم وذوك الناس اللي جروني للهلاك. يا غير ربحت وخا خسرت ياسر وخسرت قرايتي، يا غير ربحت تجربة ما تليت نعلها. عدت نفكر ألف مرة سابق ما قدمت المسألة نعدلها، عدت نفكر في مستقبلي، عدت نفكر في أهلي، اقتنعت عنه هذا قدر وعليا نرضى به وعني ماني أول ولا آخر حد له يغلط، وقررت أني نصحح ذا كامل وبديت مشروعي وشغلت راسي وتعرفت على شاب وبغاني باللي فيه، والحمد لله زواجي على الأبواب. ونصيحتي لكم من ذي القصة كاملة، لا تليتوا تسرعوا وعيشوا طفولتكم وعيشوا مراهقتكم، والحياة ملانة من الذئاب البشرية، يوم طبيعي لاهي تغلطي، ومنين تغلطي
ما تلي تلفت عليك حد، خصوصا ذاك الشخص اللي كنتي تقولي ضحيتي معاه وبي ضحيت معاه، ما هو اللي يعدل لي شيء. ما تقولي ضحيت ولا تقولي عدلت، ما ثقي ابدا. ذا ما يعني عن اولاد الناس انقارضوا، من الله مازالوا خالقين. يا غير الحيطة والحذر واجب، ردوا بالكم يا طفيلات روسكم، وخصوصا الطفيلات اللي في ظاهرة شبابهم اللي مازالوا صغيرات وياسر من الأمور ما يعرفوهم. ما ثقي في حد ولا تسلمي نفسك الحد، وديها الله في قرايتك وفهلك وفي مستقبلك. البيك مستقبلك هو ركيزتك، وقرايتك هي ركيزتك اللي تدفعك للأمام. وأني بكم إن شاء الله تعودوا استفدتوا من حكايتي، وإن أعجبكم الفيديو شاركوا في القناة. وأني بكم، مرحبا وسهلا.